السلام عليكم، اخباركم ايه؟ انا عمرو موسى وسعيد جدا انكم بتشوفوا الفيديو دلوقتي معايا في قناتي قناة غاوي قهوة. فيديو النهاردة ان شاء الله تجربة جديدة لعشاق ومستخدمي ماكينات نسبريسو، وحتى كمان الماكينات شبيهة نسبريسو اللي بتشتغل بنفس الكبسولات المتوافقة. النهاردة ان شاء الله هتكون تجربة جديدة مع كبسولات كرو كافيه، كبسولات قهوة مختصة تابعة لشركة كرو كافيه البريطانية، بعتها لنا الوكيل الحصري لها في السعودية متجر ندالي عشان نجربها سوا ونشوف الكبسولات. يلا بينا. في متجر ندالي عندهم تشكيلة كبيرة جدا من كبسولات القهوة المتوافقة مع ماكينات نسبريسو، وكمان كبسولات دوليتشي، كمان عندهم أنواع مختلفة من حبوب القهوة تقدروا تاخدوا لكم لفة في المتجر بتاعهم، عندهم عروض كويسة. هسيب لكم رابط المتجر إن شاء الله، وكمان هسيب لكم كود خصم خاص بمتابعين القناة تقدروا تاخدوا خصم إضافي على عروضهم اللي موجودة في المتجر. الكبسولات اللي وصلت لنا من متجر ندالي هي عبارة عن مجموعة كاملة من الكبسولات المتوافقة مع نسبريسو، في منها حاجات سنجل اوريجين وفي منها حاجات مالتي اوريجين. تقدر تختار المنتج اللي يناسبك ويناسب ذوقك، او تقدر انك حتى تاخد كل المجموعة كاملة زي اللي معانا ديت، بيكون عليها خصم اضافي بحيث انك انت تجرب كل المنتجات عشان توصل للذوق المناسب لك او المزاج المناسب لك. والحمد لله هما موفرين لنا مجموعة تشكيلة كبيرة، اكيد ان شاء الله كل واحد هيلاقي فيها ذوقه واكتر ان شاء الله. تعالوا يلا نجرب سوا نشوف منتجاتهم عبارة عن ايه. انا جاي لي بوكس زي كده فيه 6 منتجات بالاضافة لـ3 كمان، يعني معانا 9 منتجات. تعالوا نشوف العبوات بتاعة الكبسولات. عندي هنا مثلا العبوة مكتوب عليها 10 كبسولات متوافقة مع نسبريسو، مكتوب هنا Organic Indian Single Origin، القوة او الحدة بتاعت الكبسولة 10. في الخلف هنا مكتوب تفاصيل الكبسولة وإيحاءات القهوة بتاعتها، وعلى الجنب هنا مدون شهادات الجودة اللي حصلت عليها الكبسولات، اكتر من شهادة، ويعني باقي تفاصيل المنتج. والمنتج كمان صديق للبيئة، مكتوب انه 100% ريسايكابل. اختصارا دلوقتي يلا نجرب سوا استخلاص الكبسولات ونشوف الطعم. عندي هنا مثلا اورجانيك انديان، وهنا اورجانيك كولومبيان، عندي هنا هاوس بليند اورجانيك انتنس روست، ودي هندوران هاوس بليند لايت روست اورجانيك دارك روست، وهنا اورجانيك ديكاف، وهنا هاف كاف، واورجانيك اسبريسو. ما شاء الله تشكيلة كبيرة جدا، انا شايف ان كل واحد ان شاء الله اكيد هيلاقي ذوقه فيها. الماكينة جاهزة، يلا نجرب الاستخلاص ونشوف. ايه رأيكم نبدأ بأي منتج فيهم؟ انا رأيي نبدأ باللايت روست، ناخدها كده واحدة واحدة. بسم الله نفتح العلبة. ده شكل الكبسولة، يهمني جدا الشكل والديزاين عشان الناس اللي بتشتغل بماكينات غير نسبريسو متوافقة مع نسبريسو برضو. على فكرة تصميم الكبسولة هو نفس تصميم نسبريسو نفسها، يعني شوفوا مثلا عندي هنا دي كبسولة لافازا مثلا، عندي هنا الكبسولة مسطحة زي ما انتم شايفين، هنا مثلا دي كبسولة تانية شايفين من تحت من هنا مربعة، السطح بتاعها ده مربع ومسطح كده. اما هنا الكبسولة بتكون الشكل الاساسي للنسبريسو، فدي بتكون متوافقة معايا مع ماكينات نسبريسو ومع اي ماكينات تانية بتشتغل بكبسولات متوافقة مع نسبريسو. هنسخن الفنجان بتاعنا. هنحط الكبسولة بتاعتنا، دي اول كبسولة اللي هي لايت روست. بسم الله. نحط الفنجان. نزل اول، بينزل شوية مية كده. زي ما انتم شايفين ده شكل القهوة وقت الاستخلاص. انا ظابطها على 25 ملي اللي هو سنجل شوت. ده شكل الاستخلاص بتاعنا. الريحة ما شاء الله من عندي هنا، الريحة ظاهرة كويس جدا، ريحة جميلة، ريحة قوية. نقلب قهوتنا ونشوف. بسم الله. ما شاء الله قهوة جميلة جدا، طعمها بارز جدا ما شاء الله.
الإيحاءات والنكهات اللي فيها واضحة. شوفوا أنا دايما مش بحب أعمل مراجعات للقهوة، لأن أنا دايما أقول إن القهوة مذاق ومزاج، وكل واحد فينا له مذاقه الخاص، ممكن اللي يعجبني ما يعجبكش، وممكن اللي يعجبك ما يعجبنيش، لكن على الأقل ممكن نتكلم عن جودة، جودة مشروب، جودة طعم، جودة إيحاء، جودة ريحة، جودة حاجات كتير. فأنا أحب أتكلم عن جودة المنتج أكتر من إن أنا أتكلم عن إن هو عاجبني أنا شخصيا أو عاجبك أنت، مناسب معايا مش مناسب. فالقهوة دي عجباني، تعالوا نجرب المنتج اللي بعده ونشوف إيه رأيكم. بعدها نشوف الأورجانيك كولومبيان، أنا صراحة من عشاق القهوة الكولومبيان. تعالوا نشوف، مكتوب هنا الحدة 8 سنجل أوريجين 100% كولومبيان، يلا بينا نجربها. بسم الله. برضو شكل الكبسولة نفس الشكل الأساسي لأن السبريسو أكيد خلاص شكل المنتج كله هيكون واحد. هنزل أول شوية مية من الماكينة عشان نتأكد من نقاء الطعم، وبرضو هسخن الفنجان. طبعا الحاجات دي كلها إجراءات يعني بنعملها دايما عشان نوصل لأفضل جودة في قهوتنا إن شاء الله. نحط الكبسولة بتاعتنا. ده شكل القهوة بتاعتنا، سطح الكريمة إن شاء الله يكون واضح عندكم. نقلب قهوتنا برضو ونشوف. ان شاء الله يعني الريحه، على فكره الريحه في اللايت روست كانت اقوى، كانت واضحه جدا حتى وانا بستخلص قهوتي. هنا برضو الريحه واضحه بس مش بنفس القوه، يمكن عشان دي تاني قهوه نعملها وخلاص بدانا نشم ريحه القهوه. تعالوا برضو نشوف الطعم، بس الاول نشرب شويه ميه. يلا بسم الله. ما شاء الله طعم ممتاز جدا، مفيش اي مراره اي حموضيه اي الكلام ده. الميزه في ماكينات نسبريسو واللي الناس بتشتري عشانه ماكينات نسبريسو انها بتديك استخلاص جاهز، مفيش اي تدخل منك فيه، مش بتتحكم في اي من عوامل استخلاص قهوتك، فعشان كده لازم الكبسوله اللي تستخدمها تكون مظبوطه 100%. يعني احيانا اجيب كبسولات لانواع معينه مثلا وليكن تجاريه او كده، بتلاقي في مرارة واضحة جدا، بتلاقي في حمضية، بتلاقي خاصة انت مش بتتدخل في الاستخلاص فما تقدرش تعالج الموضوع. فعشان كده دايما كبسولات القهوة خاصة لازم تكون الكبسولة 100% متأكد انها هتديك استخلاص تمام من غير اي تدخل منك. فالصراحة انا شايف ان الطعم معتدل جدا او متوازن جدا، سطح الكريمة كويس، يعني انا شربت تقريبا خلصت الفنجان، تقريبا خلصنا الفنجان. الكريمه زي ما هي، طعم الكريمه واضح، ريحه القهوه واضحه، يمكن اللي قبلها كانت الريحه اقوى شويه كمان. تعالوا يلا نجرب المنتج اللي بعده. تعالوا بقى المره دي نجرب اورجانيك هندوران، نشوف الكبسوله طعمها ايه. دي كوباية القهوة بتاعتنا يا جماعة، زي ما انتم شايفين ما شاء الله القهوة شكلها، الكريمة، معلش يمكن وضعية الكاميرا مخليني مش قادر اجيب لكم سطح الكريمة، لكن ما شاء الله في كل الكبسولات اللي جربناها لحد دلوقتي الى الان سطح الكريمة ما شاء الله ممتاز، حاجة تفتح النفس ما شاء الله والله. بسم الله. جميل. ان شاء الله طعمها قوي، طعمها قوي جدا، فيها مرارة بسيطة جدا،
ممكن دي مع المشروبات مع الحليب تظبط تمام جدا، بس هي كده حتى كاسبريسو ممتازة ما شاء الله. تعالوا ناخد اللي بعدها. رجعت لكم تاني، اخدت برضو استراحة قصيرة، يعني بما ان المنتجات كتير ما شاء الله، القهوة كتير، فقلنا ناخدها واحدة واحدة بحيث ان احنا برضو نقدر نفرق كويس بين الطعم. تعالوا يلا نجرب دلوقتي، ايه رأيكم نجرب يلاقي ايه دارك روست. هنا برضو متعددة المصادر، عندنا 25% اندونيسيا، و10% كام، 65% بيروفانا، و10% اثيوبيان. تعالوا يلا بسم الله نجربها. الحدة بتاعتها 9، تعالوا يلا نجربها. احنا كده جربنا الهندوران خلاص. الهندوران على فكرة تبقى جميلة جدا مع مشروبات الحليب، او ممكن كمان نشربها لونجو. اللونجو المفروض ان انت بتضغط على زرار اللونجو بينزل لك كمية اكتر من الكبسولة، بس انا شخصيا بفضل ان انا برضو اخد ال 25 او ال 30 جرام، وبعد كده بكمل عليهم 25 جرام كمان مية سخنة من الماكينة برضو بدون كبسولة. بالنسبة لي انا بتكون الطعم جميل، بيكون الطعم اوضح وافضل. في ناس بتفضل انها تضغط على زرار اللونجو بتنزل كمية 80 ملي تقريبا في الفنجان من نفس الكبسولة، فكل واحد على حسب ما بيحب المذاق المفضل بالنسبة له. تعالوا يلا نجرب الكبسولة. ما شاء الله شكل القهوة يا جماعة، ده شكل القهوة. طبعا الشكل مش كل حاجة، يعني في ناس لازم الكريمة وسطح الكريمة والقوام، بس انا يهمني برضو الطعم، طعم القهوة ايه، القوام بتاعها على لساني ايه. اكيد طبعا الكريمة هتفرق معانا، بس يعني عايز اعرفكم يا جماعة ان دايما مش الشكل بس اللي هيحكم على قهوتك. يلا بسم الله. جميل. طعمها قوي ما شاء الله، يعني انا كنت متوقع ان هيكون فيها مرارة واضحة اكتر من كده، انما لا طعمها ما شاء الله جميل. هتكون جميلة جدا ومميزة مع مشروبات الحليب. تعالوا يلا ناخد اللي بعدها. تعالوا يلا نجرب المرة دي انتينسو روست، الحدة 12، متعددة المصادر برضو، عندنا هنا 50% انديان و50% اندونيسيان. تعالوا بسم الله نجربها ونشوف. شكل الكبسولة على فكرة بيكون مكتوب هنا برضو داخل العلبة برضو خصائص الكبسولة اللي انت هتاخدها، وطبعا بيفضل لك انك تشربها مثلا السبريسو او ريستريتو او لونجو او مع حليب او وهكذا. تعالوا هنا برضو هو كاتب السبريسو او مع حليب، نشوف برضو الكبسولة سوا ونحكم عليها. يلا اخدنا القهوة بتاعتنا، ده شكل القهوة ما شاء الله ريحتها قوية جدا. بسم الله. قوية قوية قوية. طعمها قوي، تكون جربها مع حليب. تعالوا نعمل كابتشينو ونجرب ونشوف، بس انا هشرب دي. هناخد واحدة كمان ونعمل كابتشينو ونجرب. وده كده شكل المشروب بتاعنا. تعالوا بقى ندوق ونجرب، بس انا برضو هقلبها الاول. يلا بسم الله. مزاج. تعالوا يلا نجرب سوا اورجانيك انديان سنجل اوريجين، الحده بتاعتها 10. تمام، ده شكل القهوه بتاعتنا،
ريحتها قوية ما شاء الله. تعالوا برضو بسم الله ندوق ونشوف الطعم. بسم الله. قوية جدا ما شاء الله. سبايسي. حلوة حلوة كاسبريسو. ممكن كمان تنفع مع الحليب، مع الحليب هتكون ممتازة جدا. تعالوا يلا ناخد اللي بعدها ونشوف. معلش انا عارف ان الفيديو هيكون طويل، بس هي المنتجات يعني ما شاء الله كتيرة، لكن صراحة تستحق كلها التجربة. الى الان انا مستمتع والله مع القهوة. يلا بينا نجرب. طيب تعالوا بقى دلوقتي نجرب الديكاف. في ناس كتير بيحبوا احيانا ان هم يشربوا حاجة ما يكونش فيها نسبة كافيين عالية، خاصة مثلا بالليل. يعني هو على فكرة يعني انت كده في كل الاحوال هتنام، القهوة مش هتقعدك مش هتسهرك، في كل الاحوال هتنام، بس نسبة الكافيين بتعمل ارق، بتعمل توتر في النوم، يعني هتعكنن عليك وانت نايم. الكبسولة زي ما قلنا الومنيوم، القابل لاعادة التدوير. ده شكل القهوة بتاعتنا. جميل ممتاز، الريحة واضحة وقوية. دايما ضروري قبل ما تشرب الاسبريسو قلبه بمعلقة عشان تضمن انك عملت خلط لمكونات القهوة بتاعتك كويس. بسم الله. ما شاء الله الطعم معتدل جدا وواضح. تعالوا يلا بينا نشوف القهوة اللي بعدها. تعالوا المرة دي نجرب الأورجانيك إسبريسو هاوس بليند. مكتوب هنا إن الحدة 11، مكتوب هنا كمان المصادر بتاعتها 20% إثيوبيا 20% إنديان و 60% هندوران. تعالوا يلا نجرب القهوة بتاعتنا ونشوف. بسم الله. ما شاء الله. ده شكل القهوة بتاعتنا. ريحة قوية واضحة. تعالوا برضو نقلب قهوتنا ونشوف وندوق. بدون أي تفاصيل عجبتني جدا ما شاء الله ممتازة. إيه رأيكم نجربها في الكابتشينو؟ نجربها؟ هتوافقوا صح؟ يلا بينا. انا شخصيا بحب الكابتشينو جدا، وبفضل دايما يعني عن نفسي ان الاسبريسو اللي استخدمه مع الكابتشينو او مشروبات الحليب بشكل عام يكون بليند، يعني يكون توليفة الاسبريسو. بسم الله. جميل، استحق التجربة الصراحة. المنتجات كلها ما شاء الله عجبتني جدا. جربنا اكتر من حاجة سوا، وزي ما قلت لكم في البداية احنا مش هنحكم على طعم، لان الطعم هيفرق من شخص لشخص، ده حاجة اكيدة. لكن اللي اقدر احكم عليه هي الجودة، جودة المنتج. صراحة المنتجات جميلة، سواء كانت في الاسبريسو او سواء كانت مع مشروبات الحليب. بما ان ما شاء الله عندنا منتجات الكبسولات كلها، ايه رأيكم نعمل فيديو خاص بالمشروبات اللي بتكون في قوائم اشهر الكافيهات، زي مثلا ستاربكس وكوستا ودانكن وغيره. نعمل كده قائمة للمشروبات كلها. المهتم بالموضوع يكتب لي في التعليقات اذا كنتوا عايزين نعمل فيديو ولا لا. عموما بشكركم جدا للمشاهدة، يا رب اكون قدرت انقل لكم تجربتي الكاملة او الصورة كاملة عن المنتج، ويكون الفيديو عجبكم. في امان الله.